مرحبا مرة أخرى مع برون فريد في حلقة جديدة مع مفيد في الرياضيات الصفحة 62 تمرين 15 نقرأ السؤال. استعينوا بالجداء التالي ثم أحسب ما هو بالجداء 7 × 7 تساوي 49. أحسب خارج وباقي قسمة 51 على 7. إذا نكتب 71 المقسوم 51 تساوي 7 × 7 + 2. إذا الخارج يساوي 7 والباقي يساوي 2. 55 مقسومة على 7. هي 7. إذا وضعنا الخارج 8، 8 × 7 56. كبيرة أكبر من 55. إذا نكتفي بسبعة في سبعة. 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55. إذا الباقي 6. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع بروف فريد.